خلينا نقول انه اكملت الهيئه العامه للاستعلامات مشروعا ضخما للتحول الرقمي من اجل انقاذ ثروه كبيره من الوثائق والمصادر المصوره سينمائيا والمكتوبه، بتتضمن سجلا تاريخيا للاحداث السياسيه والاجتماعيه والثقافيه في مصر، وده شيء الحقيقه محترم جدا. وده طبعا من امتى؟ منذ عام 1952. وكذلك لان انتم عارفين الحقبه دي الحقيقه مليئه باحداث مصر وتاريخها الحديث وكل يعني ما تم في هذه الحقبة الحقيقة كنوز. وكذلك أيضا من أجل امتلاك وتطوير أدوات رقمية حديثة لمخاطبة الرأي العام العالمي. المشروع في مرحلته الأولى بيتضمن طبعا التحويل الرقمي لمجلة مصر السينمائية، وهي بالفعل مجلة بتضم أرشيف مرئي تاريخي لمصر، وطبعا هذا الأرشيف لا يقدر بأي ثمن الحقيقة. خليني أخذ مزيد من التفاصيل معي مهندس محمد فؤاد رئيس القطاع الهندسي بمدينة الإنتاج الإعلامي. مساء الخير مهندس محمد. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء الخير على حضرتك. يعني كلمني على هذا المشروع اللي هسميه مشروع محترم، لانه الحقيقه هيبقى كنز كبير انه يحفظ يعني ذاكره مصر السينمائيه والتاريخيه والاجتماعيه بشكل كبير في الحقبه من سنه 1952. هو احنا اول تعاقد احنا عملناه ابتدينا فيه مع هيئه الاستعلامات كان 2018. تمام. احنا ابتدينا مع هيئه الاستعلامات في جريده مصر السينمائيه. الجريده مصر السينمائيه دي مملوكه للهيئه العامه للاستعلامات، دي بتأرخ لحقبه تاريخيه حول علاقات مصر مع محيطها العربي والعالمي. تمام. حوالي 500 ساعه من الاشرطه السينمائيه. دي الجريده مصر السينمائيه دي بتبتدي تقريبا بدايتها كانت 1934. طبعا احنا ابتدينا فيها ان احنا نعمل عمليه ترميم وتصحيح لكافه الشرائط اللي موجوده. الشرائط كانت جايه في حاله صعبه جدا. ابتدينا المراحل اللي بنتم فيها، ابتدينا ان احنا نعمل لها اول حاجه الترميم بعد الترميم الاولاني اللي هو بعده مراحل. المرحله الاولى ان احنا بنشوفه يدويا. تمام. لان انت عارفه الافلام السينما دي بتتحلل مع مرور الزمن. صحيح. فاول حاجه بتبص عليها الترميم اليدوي، بنشوف الاجزاء الثالثه، بنحاول نصلحها، بعد كده بندخلها على مكنه غسيل الافلام. المكنه دي من احدث المكنات، جايبينها من امريكا، بتتغسل اورجانيك مش كيماوي عشان طبعا صحه العاملين اللي عندنا في المدينه. صحيح. بعد كده بندخل على حاجه اسمها المسح الضوئي، دي اكننا بنصور الفيلم من اول وجديد. طب كم ساعة يا فندم بقى تم الافلام كلها بتاعت جريده مصر السينمائيه اكتر من 500 ساعه. ده رقم كبير. رقم كبير. لا حضرتك، لو بصراحه الواحد كان سعيد وهو بيشتغل في الشغلانه دي، لان فعلا حاجه بتسعد الواحد وهو بيشتغل بيشوف تاريخ مصر وبيشوف قد ايه قدرات مصر وعظمتها. طبعا انت مش بس انت بتشوف تاريخ مصر وبتشوف حالها وحال افرادها، وبتشوف كمان كميه الـ الابداع اللي كانت موجوده، كميه الافكار، كميه المجهود. يعني الحقيقه حاجه مشرفه جدا، يعني جدا. الواحد كان بصراحه بيبقى سعيد جدا وهو بيتفرج عليها. يعني كنا بنشتغل بحب في الشغلانه دي، لان انا حاسس قد ايه يعني لا احنا كويسين قوي، احنا يعني جامدين قوي. طب يعني استغرق قد ايه وقت؟ يعني احنا اشتغلنا في جريده مصر السينمائيه دي حوالي 3 سنين. طبعا. لان حوالي 5000 وشويه شريط، ولازم صحيح. نطلعهم الجوده اللي احنا نرضى عنها. طب وهل بقى هتبقى بعد كده موجوده في دور العرض زي ما كانت زمان الناس كانت تتفرج على حاجات حلوه يعني وممكن كمان تبقى موجوده على مثلا مواقع زي واتشت مثلا، تبقى موجوده مثلا عندنا في تلفزيون نشوف منها اجزاء، هل هتبقى متوفره بهذا الشكل؟ هو الجريده المصريه السينمائيه دي مملوكه لهيئه الاستعلامات. تمام. يعني هيئه الاستعلامات بقى المفروض تفرجنا على الحاجات دي بالظبط، يعني عايزين نشوفها. الشباب الصغير، الشباب احنا كنا زمان بنخش السينما فنلاقي قبل الفيلم ايوه بنحب الجزء ده نتفرج عليه بالظبط كده، حاجه جميله جدا. فهو دي بتخلينا حتى الارتباط مع البلد بتخلي الواحد سعيد جدا. عموما نتمنى ان شاء الله ان انتوا تنتهوا ونعرف كمان اهم الاشياء ويطلع منها عناوين مهمه جدا. يعني شايفه كده انا شويه حاجات وشويه صور، يعني الحقيقه احنا بنتكلم على زعماء
بنتكلم على يعني ده يعني زعماء، الزعيم جمال عبد الناصر، الزعيم انور السادات، بنتكلم على تاريخ كبير مر على مصر، بنتكلم على حقب، بنتكلم عن يعني وطن، عن شعب، عن افكار، عن حياه اجتماعيه، حياه سينمائيه، يعني الحقيقه هتبقى حاله بديعه بشكل كبير يعني. دي حاجات جميله جدا. ده في حتى زياره الملك عبد العزيز للملك فاروق، زياره جوزيف تيتو لمصر، بصراحه حاجات كلها، وزياره جمال عبد الناصر، استاذ رين جمال عبد الناصر ليوغوسلافيا، كلها حاجات الواحد بيتفرج عليها طبعا سعيد قد ايه بعظمه مصر بصراحه. كمان احنا يمكن بنشوف دلوقتي الصوره قبل وبعد الترميم، يعني الادوات كمان بيبين قد ايه مصر كانت في هذه المجالات بتشتغل على يعني ادوات ازاي. انت بتشوف كمان التطور التقني عامل ازاي، يعني من اول الشريط الطويل اللي كان بيلف على المكن ده لحد دلوقتي ده، فتعرف مصر قد ايه يعني الحقيقه كانت موجوده في حقب كثيره جدا يعني. من 1934 يعني من بدايات التاريخ يعني طبعا. زينا زي هوليود، زي بوليود طبعا طبعا يعني على الاقل هنشوف حاجات مثلا افكار من السينما، السينما كانت موجوده في التوقيت ده ومن قبله يعني من العشرينات كمان يعني. فده ان شاء الله يبقى شيء الحقيقه جميل، مشروع محترم، نتمنى التوفيق ونتمنى ان شاء الله الانجاز ونستمتع به جميعا، ويبقى هو الزاد والزواد بالنسبه لهذا الكنز الكبير. اشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد فؤاد، رئيس القطاع الهندسي باستوديوهات مدينه الانتاج الاعلامي. يعني كل ما نقدر الحقيقه نحافظ على تاريخنا، كل ما نقدر نحافظ على ما نملك، لان عندنا حاجات حقيقه زي الكنز طول الوقت.